ابن تومرت لم يكن شخصا عاديا، شخص استثنائي بكل معنى الكلمة، عبقري من العباقرة، وعالم فقيه مالكي، وعالم في العقيدة، وصاحب بيان، وصاحب شجاعة وكرم وإقدام وزهد غريب جدا. الرجل كان يعيش على خبز قراف، يعني خبز غير لا يغمس بشيء، أحيانا يغمسه بالزيت من نسج وغزل أخته. عنده ورع عجيب ابن تومر رحمه الله عليه، أخته تغزل وتشتري له بدرهمات بسيطة الخبز، ويأكل إيه؟ من إيه؟ من كد يمينها، الأكل المباح الحلال. طب حين أنشأ الدولة، دولة الموحدين، وأنهى دولة إيه المرابطين تقريبا ضعضعها وزعزعها حين خلفه عبد المؤمن، أعظم خلفاء على إطلاق عبد المؤمن، معروف في التاريخ، فقضى بالكامل على دولة إيه المرابطين، وصارت الدولة الآن إيه الموحدين. طب حين صار إيه زعيما وسلطانا عظيما، خليفة، أمير المؤمنين لدولة الموحدين، لم يترك هذه العادة رحمة الله عليه حتى مات، وظل يأكل خبز أحيانا بالزيت فقط، لا لحم ولا شواء ولا جواري ولا حريم، وظل يلبس الصوف، لا يلبس إلا الصوف مثل الصوفية، فقير غلبان. فهذا إيه قير عقولي كما نقول بالعامية إيه جنن، يعني إيه جنن عقول إيه البرابرة، مستحيل لك هذا يكون كذاب، وعالم وعالم ومؤلف وعنده بيان عجيب وشجاع في الحرب. عنده كتيب صحيح اسمه المرشدة، عقيدته وهي عقيدة أشعرية، عقيدة أهل السنة في المجموعة، عقيدة المالكية الأشعرية وعقيدة الشوافع أيها الإخوة. عالم ومؤلف ومصنف، رجل عجيب وزاهد ومتقلل وشجاع، وأقام دولة فصدقوه وحق لهم أن يصدقوه، قال لك أنا المهدي، لا يمكن أن يكذب الرجل، كيف يكذب؟ وكان يستخدم الدهاء، وكان يستخدم الاغتيال أيضا، ما كان في عنده رحمة، تصفية الخصوم كذا ما في مباشرة، ما في، هذا صاحب سياسة، أصبح صاحب إيه؟ سياسة. مثل مهدي العباسيين أيضا ابن المنصور ما في، وحنشوف كيف القضية. على كل حال فنرجع نرجع إيه نبدأ من عين، لأنه موضوع طويل كما قلت ومتشحب وطويل الذيول، ما نعرف من عين إيه. أقل شيء بدي أتناوله بعد كل مقدمات هذه موضوع إيه مهدي اليمن هذا، لأنه كل حقيقة ما أكذبش عليكم، أنا كنت عازما على أن أعيش مع صفحتي هذه، عنده صفحة في الإنترنت، وأن أقرأ كل، والله لم أستطع، والله العظيم عارف لي ظننت بوقتي، أنا أبخل بوقتي أن يضيع في الكلام الفارغ هذا، من أول أنا أتيت هنا ببيانين أو ثلاثة، ما مستحيل، لا لا أستطيع، حرام أروح أقرأ لي رواية حتى أجنبي أفضل من الكلام الفارغ هذا، ما أقدر، ما أقدر أن أضيع ثلاث أربع ساعات خمس ساعات أقرأ كل الكلام الفارغ هذا، كلام فارغ، كلام جهلة وبلان، ناس وبلان، والرجل له خمس سنوات لم يفعل شيئا، كلام ولن يفعل شيئا طبعا، لأنه هابط المستوى، ما عندوش أي مستوى، لا في العلم، لا في اللغة، لا في البيان، لا في الإملاء، ولا في أي شيء، صفر عشمة يا رجل. فلا أقعده. وهذا الذي نصحنا به شيخ الإسلام ابن عاشور، اليوم لسه أعدت قراءة مبحثه، يتعجب لماذا يضيع العلماء والناس الأوقات في الكلام الفارغ هذا، ما عندنا وقت الكلام هذا، في أشياء أهم من هذا بكثير. طيب فنبدأ في الأول بقراءة بعض المقاطع لشيخ الإسلام ابن عاشور والإمام المجدد الشيخ رشيد رضا، وهؤلاء معروف، يعني معروف من هو ابن عاشور ومن هو رشيد رضا، أئمة كبار جدا جدا، عز نظيرهم في الأزمان المتأخرة، عز نظيرهم، مش علماء زي القرضاوي والبوطي، أئمة، أئمة كبار مستوى عجيب خارق يعني للعادة، ما يقارن بهم إيش إلا أمثالهم وهم قليل. فهنشوف شيخ الإسلام ابن عاشور فيما جمع من أبحاثه تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، لو قالوا في القرآن والآثار بكون أحسن. يقول إيش رحمة الله تعالى عليه، إن واجبات الدين ترجع إلى ثلاثة أنواع، اعتقادات وأعمال وآداب. اعتقادات يعني الأصول، أعمال الأحكام الفرعية يعني بشكل عام الفقهية، وآداب. وإن التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان لا ينزوي تحت تلك الأنواع، الأفضل أن أقول لا ينضوي، ممكن هذا خطأ، في وجدت تطبيعات هنا طبعا جيدة، فيها تطبيعات رهيبة، مستحيل تكون أخطاء من عاشور هذه، ينضوي مش ينزوي، ينزوي إلى، لأنه ينزوي إلى مش ينزوي تحت، فهذا خطأ أكيد تطبيعي، نقول ينضوي، إذن لا ينضوي تحت تلك الأنواع، إذ ليس هو التصديق بالمهدي من الأمور التي يجب اعتقادها في ضمن العقيدة الإسلامية، فسواء على المسلم يستوي قال أن يعتقد ظهور المهدي أو يعتقد عدم ظهوره، قال نفس الشيء، آمن به كفر به ولا يبقى مسلما كما هو، ما بأثرش. وليس العلم بذلك من قبيل العلم الواجب طلبه على الأعيان ولا على وجه الكفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذ ليس العلم بذلك راجعا إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، ولا إلى ما يتبع ذلك مما يترتب عليه تحقيق وصف الإيمان عند طوائف المسلمين أو عند بعضهم.
شوف التحقيق هذا كلام الشيخ ابن عاشور. ولا هو من الأمور العملية إذ ليس بعمل كما هو واضح. أنك تصدق بالمهدي هذا مش عمل، مش كالطهارة والحج والعمر، لا مش عمل هذا. إذ ليس بعمل كما هو واضح، ولا يترتب عليه اختلاف أحوال الأعمال الإسلامية، ولا هو من الأمور الراجعة إلى أداب الشريعة التي يجب التحلي بها والتخلي عن أضدادها، كأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ويجتنب الكبر والحسد والغيبة ونحوها. فإذ قد خلى عن الاندراج تحت واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وأنا بقرأ وأرجوكم أن تستمعوا إلى البيان، هذا رجل يعرف البيان، الشيخ ابن عاشور مش صالح اليماني، هذا البيان بيعرف اللغة العربية وكيف الناس يتكلمون، هذا البيان مش الكلام الفارغ عظمة نعيم رب العالمين والكلام كانوا كلام نصارى مش كلام مسلمين يقرأ القرآن حتى أو إنسان مختل. فإذ قد خلى عن الاندراج تحت واحد من هذه الأنواع الثلاثة من أمور الدين، تبين أنه ليس مما يتعين على المسلمين العلم به واعتقاده، وتمحض لأن يكون مسألة علمية من المسائل التي تتعلق بالمعارف الإسلامية التي يؤثر في شأنها خبر عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة، فهي بمنزلة الحديث الخوضي في حديث موسى والخضر، أو في حديث ذو السويقتين من الحبشة الذي يخرب الكعبة حجرا حجرا، أو في أشراط الساعة. تخيل هذه ليست من عقائد، عجيب على عكس ما يعتقد الناس يعتقدون كل هذه عقائد، هذه ليست عقائد، هذه أخبار تؤثر، قد تصح قد تضعف، قد تكون مصنوعة مكذوبة، لكن ليست من أصول الاعتقاد يا جماعة. وهذا التحقيق، هذا كلام أمة الإسلام في القديم والحديث. خلى فئة الآن هي يسيرة جدا جدا تقول عكس هذا، يظنون أن كل حديث صح عن رسول الله لابد من الإيمان به عقيدة، وإلا أنت معرض للكفر، هذا كلام فارغ لا يقوله محقق ولا إمام أو نحو ذلك مما يبحث عنه علماء الأثر رواية ودراية، بمعنى أن يكون الخوض فيه خوضا علميا لتوسيع المعرفة والتحقيق والتمحيص للعلوم الإسلامية لمن تفرغ لذلك، ولا يكون من متناول عامة المسلمين إذ ليسوا بمظنة السلوك في تلكم المسالك، وإنما اشتبه هذا المبحث على بعض الناس المسائل الاعتقادية لسببين ثم ذكرهما، لن نريد أن نقرأ كل البحث. بعدين قال: وإذا تقصينا أقوال المثبتين للمهدي وجدناها ترجع إلى مذهبين، من يقول بالمهدية أو المهدوية، أحدهما وهو الأشهر مذهب الإمامية اللي هم الاثنى عشرية شيعة العراق وإيران الآن والهند وكذا والباكستان، يقول بأن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هو موجود من قبل وهو مختف. طبعا أنتم عارفين هذا أساس أنه وأنا أقول لكم الخلاصة، طبعا هذا سيغيظ وسيحنق، لكن من هنا بكل تواضع بكل أخوة والله محبة، وأنا من دعاة التوحد والتوحيد، من يرتاب في هذا ويريد عقد مناظرة مع العبد الفقير أنا جاهز لها، يأتوني بأكبر عالم إمامي وإذا استطاع أن يقنعني أنا سأعلم أنني مقتنع بعقيدة المهدوية الإمامية، لكن إذا قمت عليه الحجة والدليل ومن كتبهم ومصادرهم سيكون هناك حديث آخر. أنا أعطيكم الزبدة والخلاصة، ما حدث يا إخواني، وهذا ليس ليس حدوث وظنون أهل السنة، لا، هذه مصادر الشيعة الإثنى عشرية أنفسهم، حتى فيها بما فيها أصول الكافر الكليني. ما حدث أيها الإخوة أن الإثنى عشرية ساقوا الإمامة في علي عليه السلام ثم في نسله زعموا إلى إثنى عشر إماما معصوما واجبي الاتباع موصا لهم في الجملة والتفاصيل، موصا لهم في الجملة والتفاصيل، من نسل الحسين لا من نسل الحسن. جميل، طيب وبعدين أجي قال لك علي والحسين زين العابدين الباقر الصادق موسى الكاظم الهادي لما وصلوا إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري عليه السلام. جميل، شاء الله شيئا آخر، شاءوا شيئا وشاء الله خلافه، سبحان الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما تقول العرب. توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولم يعقب، هكذا، هذا مذكور عن أخيه في أصول الكافي، ليس له عقب الرجل، ما خلفش، سبحان الله العظيم. فهنا عضلت بهم المسألة، كيف لابد أن أن يستثموا اثني عشر إماما، اثني عشر إماما، عند 11 انقطع النسل الآن ما في، فلم يجدوا بدا من أن يبتدعوا ويأتفكوا هذه الفرية. قالوا لا، هو أعقب ولدا وسماه محمدا، محمد ابن الحسن العسكري، ولكن خاف علينا أنه إمام هذا
وهو الإمام المهدي الموعود، خاف عليه فدسه وأخفاه، فاختفى الرجل هذا 235 تقريبا للهجرة. اختفى الإمام المهدي، توفي الإمام الحسن العسكري، اختفى الإمام المهدي 70 سنة. تسمى عندهم الغيبة الصغرى. كان يتداول الرأي في شؤون شيعته مع هؤلاء الشيعة عبر نواب، كلما مات نائب خلفه آخر، فكانوا 4 نواب في مدة 70 سنة تقريبا. ثم إن الله شاء له أن يغيب الغيبة الكبرى. وعلى فكرة مراسلات هؤلاء النواب 4 مع الإمام محمد بن الحسن العسكري المختفي بزعمهم من أصح الأدلة والأسانيد عندهم يعتبروها، وفي أحكام فقهية هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مكروه وهذا لا يجوز وهذا هذا يقول لك هذا كأنه الرسول قاله يعني، مصدقين ويصدقون هذا تماما ويؤمنون به ويستنبطون الأحكام من ذلك أيها الإخوة. أي من هذه المرسلات على شيء سيضح أنه فرية وأكذوبة لكي تخلصهم من ورطتهم الكبرى، لأنه ما في إمام ثاني عشر، ما فيه، الله ما بده،